أصدر بيت العمال ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان فرص ضائعة وبيئة عمل غير صديقة. تناولت هذه الورقة ضعف تطبيق قوانين تشغيل ذوي الإعاقة، حيث لا تتجاوز نسبة العاملين منهم 1% من مجموع سوق العمل، مع بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 84%. أكدت أيضا أن ضعف الالتزام بالتشريعات ونقص الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل يعمقان هذا الإقصاء. رغم مصادقة الأردن على اتفاقيات دولية، أشارت الورقة إلى تحديات مثل ضعف البنية التحتية من جهة ونقص الوعي المجتمعي، ما أدى إلى حد من دمج ذوي الإعاقة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا وهو الناطق الإعلامي باسم حملة ابني السيد أنس ضمرة. أنس يعطيك العافية. اهلا رانيا، اهلا، مساء الخير، يعطيك الف عافيه. طبعا بمناسبه اليوم العالمي لذوي الاعاقه، كيف تشخص واقع التشغيل لهم؟ نعم، واقع تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه يعني لسه في اشكاليات كثير كبيره في الاردن بتواجهنا. يمكن الاشكاليات بتبدا قبل سوق العمل، او قبل حتى الشخص ما يدخل سوق العمل. الاشكاليات تبدا من التعليم واندماج الاشخاص ذوي الاعاقه في التعليم، من التعليم الجامعي ومخرجات التعليم الجامعي بشكل اساسي، وايضا تمتد للمواصلات. احنا في الاردن ما عندنا نقل عام مهيئ، باستثناء من جديد صار مسار عمان او الباص السريع، هذا مهيئ للاشخاص من ذوي الاعاقه الحركيه. ما دون ذلك هذه كلها بتشكل معيقات امام الاشخاص ذوي الاعاقه، ناهيك عن الوصمه المجتمعيه والفكره المنتشره عن الاعاقه بانه هذول الاشخاص ما بيقدروا، هذول الاشخاص احنا حتى لو شغلناهم بنشغلهم انه من باب الشفقه. هذا بحاجه، انا بعتقد، لجهد كثير كبير له علاقه برفع الوعي، انه هذول الاشخاص مختلفين، في منهم عم بيدرسوا عم بيكملوا دراسه، في منهم مهنيين ومحترفين عم بيشتغلوا بمهن زيهم زي اقرانهم. واخر النهار انت كمؤسسه لما بدك تشغل شخص ذوي اعاقه انت بتقارن بقدرته على العمل، وليس في فكره الشفقه. احنا على العكس تماما، احنا كنشطاء ضد فكرة انك توظف الشخص فقط لانه كوتا مطلوبة منك. اذا ما كان الشخص هذا عم بيعبي مكان في وظيفته، الافضل انه ما يتوظف. نعم. لهيك الاشكالية كمان يمكن في المؤسسات الحكومية اللي لازم تكون، بالعادة احنا دائما لما بيكون في قرارات جديدة او قوانين جديدة تفعيلها بيبدأ من الحكومة لا يتبعها القطاع الخاص فيما بعد. احنا حتى الحكومة الان غير ملتزمة بنسبة التشغيل اللي اقرها القانون اللي هي 4%، وحتى مع الوظائف اللي بتفتح كل سنه بيتم فتح مجموعه من الوظائف، نسبه التشغيل في هذه الوظائف برضه ما بتطابق نسبه 4%. بالتالي القطاع الخاص طبعا غير ملتزم. اذا بنروح على وزاره العمل اللي دورها بيجي رقابي على سوق العمل، اذا انت عندك مؤسسه فيها اكثر من 50 شخص فانت بينطبق عليك القانون. انا عملت بحث شخصي من فتره بسيطه عن القضايا اللي تسجلت ضد مؤسسات بتخالف قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في مساله التشغيل، اللي وجدته لغايه هذه اللحظه من 2017 اقل من 10 قضايا، اللي هي المخالفه قيمتها 3000 دينار، رغم ان المخالفه غير رادعه، لكن حتى هي المخالفه غير الرادعه، حتى الان وزاره العمل مش عم تعمل رقابه كبيره على المؤسسات في القطاع الخاص لتدفعها باتجاه الالتزام بالقانون وتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه. وهذا كله يعني بالتعاون مع المجلس الاعلى ذوي الاعاقه، في عند المجلس لجنه اسمها لجنه تكافؤ الفرص. نعم. اي مؤسسه عندها رغبه بالالتزام بالقانون، بديش احكي رغبه تشغيل اشخاص ذوي اعاقه، عندها رغبه بالالتزام بالقانون وتشغل شخص ذوي اعاقه، هي مجرد التواصل مع هاي اللجنه في عندهم مجموعه من السير الذاتيه للاشخاص بيبحثوا عن عمل من ذوي الاعاقه، فممكن يساعدوهم في ايجاد شخص مناسب لهي الوظيفه كمان. نعم. أنس، يعني بما أنه نتحدث أيضا عن مرحلة جديدة، حكومة جديدة ومجلس نواب جديد، هل تم ذكر ذوي الإعاقة في البيان للحكومة الأولي الجديد؟ للأسف، يعني وين ذكر الموضوع، يذكر بطريقة كثير كثير هامشية. احنا دائما نحكي يعني ما بدنا فكرة الكوتا أو فكرة أنه في عندنا مشاريع بس لذوي الإعاقة. أنا دائما بنادي المدرسة اللي تنبنى للاشخاص ذوي الاعاقه ولغير الاشخاص ذوي الاعاقه، المركز الصحي اللي يتعمر بحيث انه يستوعب الجميع. هاي اشكاليتنا احنا الدائمه، بانه دائما لازم نشتغل على قضيه ذوي الاعاقه، او الحكومه بتصير تحاول تدور على مشاريع لذوي الاعاقه. كل المشاريع اللي بتصير في البلد هي بشكل طبيعي جدا
تخدم 15% من السكان في الأردن وهم أشخاص ذوي إعاقة. المطلوب فقط هو أن نلتزم بكودة البناء مثلا في المشاريع، أن نلتزم بنسبة التشغيل، أن نلتزم بإمكانية الوصول لكل الخدمات. إحنا اليوم أطلقنا في الحملة ورقة سياسات كنا نحكي فيها عن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات الصحية. في فجوة عميقة في موضوع الصحة، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ما بيقدروا يوصلوا بشكل مستقل للخدمات الصحية. وطبعا بالتالي الحركية لأن المباني غير مهيئة معظمها. فبالتالي العمل يجب أن يكون على مبدأ الشمول والدمج. المبنى عندما يتم تهيئته، مبنى مثلا المركز الصحي، هذا يستوعب الموظف من ذوي الإعاقة والموظف من غير ذوي الإعاقة، يستوعب الإمرأة الحامل اللي بدها تدخل على قسم الأمومة والطفولة، يستوعب الطفل، يستوعب مستخدم الكرسي المتحرك، بيستوعب كل الناس. لذلك احنا تطبيق الكودة الاشخاص ذوي الاعاقة هي ضمانة اساسية بانه كل الناس الموجودين في هاي البلد بيقدروا يستفيدوا من اي خدمة موجودة. نعم، كل الشكر لك انس ضمرة الناطق الاعلامي باسم حملة ابني. فجر الاحد شهد طريق المطار قرب حي الصحابة تقريبا حادث سير مروع إثر تدهور مركبة من نوع بيكاب، وأفاد شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة خطيرة لسائق المركبة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة شملت ثلاث مركبات كانت تقريبا مركونة على جانب الطريق. في تصريحات لسكان المنطقة أكدوا أن الطريق يعاني من أخطاء هندسية تسهم في حدوث حوادث السير بشكل شبه يومي. ننتقل الآن إلى مراسلنا إسماعيل السلاوي وهو موجود في المنطقة ليطلعنا على التفاصيل. أهلا بك إسماعيل، إليك. رانيا، دعيني أوجز بشكل سريع قصة هذا الشارع. في عام 2020 وقبل موجة كورونا اتخذت وزارة الأشغال وأمانة عمان هذا الشارع كتحويلة عندما بدأت بمشروع حي الصحابة أو إشارة الصحابة وتحويلها إلى جسر. تأخر المشروع بسبب كورونا وبقي هذا الشارع الذي كان فرعيا أصبح شبه شارع رئيسي. أنجزت الأشغال هذا المشروع والجسر الذي يعتبر الأطول في الأردن، 600 متر أتوقع طوله، لكن هذا الشارع بقي رئيسيا ترتاده حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة مئات المركبات بشكل يومي، لكنه يفتقر لأبرز مقومات الشوارع الرئيسية رانيا، كالإضاءة مثلا، وتشاهدين من خلفي شارع معتم للقادمين من الياسمين أو المقابلين إلى باتجاه طريق المطار، وبالعكس يفتقر لمطبات مثلا كما يقول أهل المنطقة وكما يعني يسمونه بشارع الموت. هذه الحوادث متكررة كما قالوا، وأخيرها ما عرض قبل قليل من خلفي في هناك كندرين أو الجزيرة الوسطية، تعرضت هذه الجزيرة وهذه السواتر الإسمنتية تتعرض بشكل شبه يومي إلى حوادث، لأنه القادم من الياسمين المركبة تكون منخفضة، الشارع منخفض ومن ثم يرتفع في هذا المكان تحديدا أو في هذا المنحدر الخطير. إذن لا يوجد أي مقاومات، مطبات، شواخص وإلى آخره، وأحيانا تصل الحوادث إلى العمارات وإلى المركبات المركونة أمام المنزل، وكما شاهدنا يعني يكون جالس في منزله ومن ثم ينزل على صوت حادث مركبته ومركبة جيرانه، كلهم تعرضوا لحادث. يعني نسمع أكثر لأحد وهو من تعرضت مركبته إلى حادث مروع كما تفضلتي قبل يومين، السيد محمد طريفي الله يعطيك العافية، بشكل موجز من 4 سنوات وأنتم بتعانوا من هذا الشارع. بدي وجهك على الكاميرا. هذا الشارع مشكلة كبيرة، هذا الشارع ما في إضاءة نهائيا، خصوصا الزاوية اللي موجودة هون. أيوة. كويس، مجرد انه صعد اي مركبة. أيوة. فبتوقع انه الشارع هو مستقيم. أوكي. فبتفاجأ بالالتفاف تبعه. فبتصير عندنا كوارث، عندنا تقريبا لا يقل عن 4 إلى 5 حوادث شهري. يعني احنا معروفين، الو مرج الحمام، السير عارف عارفيتنا فورا. كويس، فهذا الشارع ما في ولا مطب ولا عاكسة ولا إضاءة ولا أي نوع من الخدمات، أنت بتعتبره كله خطأ. هو انفتح بس كتحويلة مؤقتة عبما يخلصوا الجسر، بس الناس اعتادت عليه. تمام، اضوه، حطوا مطباته، حطوا أموره تانية. يعني اليوم إحنا أولادنا منخاف يوقفوا على باب العمارة نهائيا، يعني حتى مش كمراكب، كأشخاص إحنا لما بده يقطع شارع بنموت خوف. فإحنا بمشكلة كبيرة، مناش
يعني المسؤولين هون انه يقدروا يخدموا هذا الشارع قد ما نقدر. وصلتوا مع الامانه مع ده. انا شخصيا ما تواصلت، بس اللي بعرفه انه تواصلوا معهم، وبعرف انهم بيجمعوا بحالهم مشان يروحوا عند المحافظ على الامانه. بس هذا الشارع معروف لهم، معروف مشاكله كثيره، يعني انا ما ببالغ لما بحكي لك بالشهر لا يقل عن 4 حوادث، ومش حادث عادي، يعني حادث فيه مشكله كبيره بالضبط. يعني المشكله انا قبل يومين او ثلاثه احنا نايمين في بيوتنا صحينا على تفجير. هسا مش المشكله باللي سائق، المشكله بالتفاف الشارع، فيش اضاءه، فيش يعني ما حدا بيشوف اي غشيم منطقه بده يعمل كارثه. فاحنا مناش يعني هو قدامك الشارع كامل سيء سيء جدا. يعني انت اذا انك بتيجي هون يوم بالليل بتستغرب الناس كيف بتكون ماشي. احنا شفنا هذا الكلام خلال النصف ساعه اللي احنا موجودين فيها. الناس فعلا ما بتعرف انه بسرعه، يعني الناس سريعه بتفكر انه مستقيم الشارع. بس هاي هي هذا الموضوع، واحنا بمشكله كبيره بنناشد الجميع انه اقل ما فيها ضوء، اقل ما فيها يعني ما في اضاءه نهائي، ما في عواكس، ما في مطبات، ما في ولا كره على الارض انها تحكي لك انه هون خفف. فتحوا شارع جديد هون لسه هذا كارثه اكبر. هذا الشارع اللي ورانا صار يعني الشارع مخربط، يعني في تنظيم غلط. يعني نحن ايضا من خلال هنا نبدا سنوصل مطالبكم وصوتكم. كان المفروض احد ايضا الجيران موجودين لكن الوقت ربما لم يسمح لهم. من خلال برنامج هنا نبدا، شكرا جزيلا سيد محمد. من خلال برنامجنا ومن خلال حلقتنا اليوم سنوصل هذه الرساله للمعنيين لانقاذ ما يمكن انقاذه، وكما يطلق عليه او يطلق عليه اهل المنطقه وسكان المنطقه في عميش او حي الصحابه شارع الموت، شارع الذي يؤدي من الياسمين أو القابلين إلى طريق المطار وأصبح شارعا رئيسيا. هذه رانيا قصة الشارع وهذه مطالب أهل الحي وأهل المنطقة للمعنيين والمسؤولين. رانيا، نعم بالتأكيد سنتابع معك إسماعيل السلاوي هذه القضية. كل الشكر لوجودك معنا.